أهلا بكم من جديد. أعلنت بورصة البحرين عن إدراج شركة ABM Terminals البحرين وبدء التداول على أسهم الشركة في احتفال أقيم بمقر البورصة بحضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين بالشركات المدرجة وأعضاء الإدارة التنفيذية ببورصة البحرين. التفاصيل مشاهدينا في تقرير الزميل محمد الجيوسي. على أصوات قرع هذا الجرس تدخل بورصة البحرين حقبة جديدة من إثراء التنوع في القطاعات المدرجة مع بدء التداول على أسهم شركة ABM Terminals البحرين وبسعر 825 فلسا للسهم الواحد، يفوق سعر الطرح البالغ 660 فلسا، مما يبشر بأن يكون من أنجح الاكتتابات العامة في تاريخ المملكة. طبعا احنا سعيدين اليوم في هذا الصباح بطرح شركة ABM Terminals في بورصة البحرين. منذ فترة والبورصة تحاول أن هي تجد شركات لتطرح للمساهمة العامة، والحمد لله بدأنا في هذا الطرح وكان طرح ناجح جدا، وكان في كمية الاكتتاب تفوقت 5 مرات المطلب المبلغ المطلوب، وبمشاركة جنسيات من دول عديدة من دول مجلس التعاون ومن الخارج حتى. نأمل أن هذه تكون بادرة وبداية لتحفيز المزيد من الشركات في طرح أسهمها للمساهمة العامة في بورصة البحرين. والاكتتاب مثل ما تعرفون كان اكتتاب ناجح بمقاييس عديدة، أهمها يعني التغطية، عدد مرات التغطية، وثاني ثاني ثاني الأشياء المهمة أيضا اكتتاب الأفراد، كان اكتتاب جيد، وإحنا هذا اللي نطمح له أن الأفراد يكتتبون أكثر عشان تفعيل السوق. أعتقد قطاع الخدمات اللوجستية قطاع جديد، طبعا هذه أول شركة في هالقطاع تدرج على البورصة، وإن شاء الله هذا يعطي الحافز حق الشركات الأخرى. اكتتاب تخطى كل التوقعات من حيث حجم التغطية التي وصلت إلى 6.8 ضعفا لفئة المؤسسات و 2.2 ضعفا لفئة الأفراد، بإجمالي حجم اكتتاب بلغ 5.4 ضعفا، مما يمثل إقبالا لافتا من جانب المؤسسات المحلية والإقليمية والأشخاص، مع استقطاب 90% من طلبات الاكتتاب عن طريق الاكتتاب الإلكتروني. التوقيت مناسب، الشركات المدرجة أو الشركات تطلع دراج تختار التوقيت اللي يناسب مستثمرينها وتشوف السوق، وحنا نتوقع أن سوقنا الحمد لله أثبت نجاحه بوجود مستثمرين من جميع دول الخليج والعالم. إنه ليوم تاريخي بالنسبة لشركة ABM Terminals البحرين، فقد أصبحت هذه الشركة المشغلة لميناء خليفة أول شركة للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة التي يتم إدراجها في بورصة البحرين. لقد تجاوزت نتائج الاكتتاب العام توقعاتنا، حيث تعتبر واحدة من أكثر الاكتتابات العامة نجاحا على مستوى المملكة من حيث مشاركة المستثمرين من المؤسسات والأفراد والذين تقدموا بطلبات الحصول على أكثر من 97 مليون سهم، وهذا الدليل على ثقة الجمهور في الشركة وفي جهودها لمواصلة التميز في القطاع البحري نحو مزيد من النمو. طبعا نجاح ABM Terminals الاكتتاب العام كان نجاح يعكس ثقة المستثمرين في السوق البحريني، بالأخص هاي الفرصة الاستثمارية اللي تعطيهم فرصة للمشاركة في نمو القطاع اللوجستي في البحرين بمردود جدا عالي. مع إدراج الرمز APMTB يصل إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة البحرين إلى 44 شركة، رقم تطمح سوق الأوراق المالية إلى توسيع قاعدة مساهميه، والبناء على النجاح الكبير لاكتتاب شركة ABM Terminals لجذب المزيد من الجهات المصدرة الجديدة من القطاعات الاقتصادية الأسرع نمواً. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات هذا اليوم بانخفاض نسبته 0.20% عند مستوى 1317 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,049,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 754,000 دينار تم تنفيذها من خلال 111 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 83.53% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ بالسوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7839 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.12%. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق عند مستوى 4836 نقطة كما هو موضح على الشاشة بانخفاض بلغت نسبته 0.82%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 2550 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.15%، وكان الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وقعت الحكومة المصرية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيتي قرضين بقيمة 135 مليون دولار لتمويل مشاريع إنشاء محطات تحلية مياه ودعم القطاع الزراعي في محافظة جنوب سيناء. ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية كونا، تبلغ قيمة القرض الأصلي حوالي 50 مليون دولار لتمويل إنشاء 4 محطات تحلية مياه بمحافظة جنوب سيناء، فيما تبلغ قيمة القرض الإضافي حوالي 85 مليون دولار. ويهدف مشروع إنشاء المحطات الأربع لتحلية مياه في بحر البقر بمحافظة جنوب سيناء إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات النقل وحماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية لتحسين مستوى المعيشة للسكان. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. اليابان تسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد لمواجهة النقص المزمع في العمالة داخل الأرخبيل. أفاد تقرير للبنك الدولي أن التحويلات المالية التي تشكل مصدراً بالغ الأهمية للعائدات في الدول الفقيرة شهدت ارتفاعاً سريعاً هذه السنة، ومن المتوقع أن تسجل رقماً قياسياً. ومن المتوقع أيضاً أن يزداد حجم الأموال المرسلة إلى البلدان النامية 10.8% هذه السنة ليبلغ 528 مليار دولار. وأوضح البنك الدولي أن هذا الرقم القياسي الجديد يأتي بعد نمو بنسبة 7.8% سجل في 2017. وبالإجمال من المتوقع أن تبلغ التحويلات إلى الخارج، أي التي تضم تلك المرسلة إلى البلدان الغنية، 689 مليارا في 2018 بزيادة 10.3%. سجل الفائض التجاري بين الصين والولايات المتحدة قيمة قياسية قدرها 35.6 مليار دولار في ضوء ازدياد الصادرات وتراجع الواردات بحسب أرقام رسمية. وارتفعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 9.8% في نوفمبر على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات في الشهر ذاته 25% بحسب المعلومات الواردة من إدارة الجمارك الصينية. ويتجاوز الفائض الشهري القياسي الحجم الذي تم تسجيله في أكتوبر وقدره 31.8 مليار دولار، ويأتي بالرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات الصينية.
استجابت الحكومة الفرنسية لبعض مطالب السترات الصفراء، ولكن يبدو أن ذلك قد لا يعالج أصل المشكلة ذات الأسباب المرتبطة بوقائع اقتصادية عديدة. وحسب الأرقام الرسمية الصادرة للعام الماضي، فرنسا هي سادس أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا أولا والمملكة المتحدة ثانيا. أما بالنسبة للبطالة لشريحة الشباب فارتفعت في فرنسا لتصل إلى 21%، ما يفسر المشاركة الشبابية العالية في المظاهرات. ووصل متوسط الرواتب شهريا في فرنسا إلى 3000 يورو شهريا، وابتداء من 2019 سيتم رفع الحد الأدنى للإجور إلى 1480 يورو، يخصم منها 270 يورو، ليستلم الموظف 1210 يورو. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استثمارات الروسية بقيمة 6 مليارات دولار في بلاده التي تعاني أزمة بعد محادثات مع مسؤولي الكرملين خلال زيارة لموسكو. وزار مادورو موسكو للحصول على دعم حلفائه لإنقاذ اقتصاد بلاده المنهار. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه للزعيم الاشتراكي بعد محادثات بينهما وفقا لوكالة فرانس بريس. وقال مادورو للتلفزيون الفنزويلي الرسمي أنهم لديهم ضمانات باستثمارات نفطية بأكثر من 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى عقود لمناجم ذهب تزيد قيمتها على مليار دولار. فرض الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي تشريعا يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد في خطوة مثيرة للجدل تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة داخل الأرخبيل. وأقر مجلس المستشارين وهو بمثابة مجلس الشيوخ القانون بالرغم من حزمه انتقادات واسعة لأحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في نوفمبر الماضي. ويسيطر المعسكر السياسي لرئيس الوزراء على البرلمان بمجلسيه، وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى 5 سنوات.